اطلق خلاص. ايوي البيتونا كرة الوليد ديالك دابا عاد يرتاح ملي شت تقاعد. هو ما حد لاين مخبط مسكين. وشحال في عمره؟ 64 عام. وشحال خلاو له؟ 34000. 500 ريال العام. ودير اش هاد 34000؟ ديال الموت وهو قاعد. هذيك النهار سمعتهم قال لك داك الصندوق ديال المقاس اخوه. ويا سيدي قال لك ملي قلبوه لقاوه متقوب من التحت. وسمعنا الرئيس داك النهار تيقول لك باللي ملي جا لقاه خاوي ملي سولوه قال لهم هذاك الاولاني هو اللي تقبو. ودابا اش غايديروا مع الاولاني؟ اين الاولاني؟ اللي خواه. شكون فيهم؟ كيفاش؟ وراه كاين بزاف ديال الميخاري شحال قدين عقل. واش انا مثالي ولا؟ واش انا مثالي؟ وكيستاهل العريس عم ضم وسق علي وشعر مدلي. وكيستاهل العريس عم ضم وسق علي وشعر مدلي. والله معبر على الوالد ديالي ما يتسنى تقاعد ما يبرز راسو العام كله ويتسنى في الشتاء. والله ما كذبتي. اللهم تعرق العام كامل وتفزق في الاخر ولا تفزق حياتك كامله وتعرق في الاخر. وليتي لنا شاعيره ومازال نزيد قولش. احب تربيه الحمير لكنني أخاف من الحكومة أن تزيد في ثمن الشعير. أي هاي 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 والله ودي له واحد الحمير منك ما كاين. ما تقلقش. عمري ما قلت. ما تقلقش والله إذا غتنضحك معاك. ميمون أشوف